السلام عليكم. اليوم ان شاء الله ندير معكم هاد الشوربه بلسان العصفور او لسان الطير، كتجي رائعه. الا بغيتو تعرفوا شنو درت فيها تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر ونتلاقاو. السلام عليكم. بالنسبه لهاد الشوربه عندنا فيها واحد البصله محكوكه، جوج مطيشات محكوكين، واحد ربعه ديال لسان العصفور او لسان الطير، كنوره، معلقه كبيره مطيشات الحك، جوج معالق كبار ديال الربيع مخلطه، ربعة ديال الدجاج او صدر بيبي مقطع، نص كاس مخلط زيت بلديه وزدرهم، هذا كاس صغير ماشي كبير. عندي الملح، سكنجبير، تحميره، بزار والكمون. اول حاجه غنديروا الزيت في الطنجره سخون. بسم الله. نزيدو البصلة ديالنا في الشحة، نزيد قطع اللحم، كتشحنا البصلة والدجاج، كنزيدو المطيشة. والربيع والعطرية ديالنا، الملحة، شوية سكنجبير، غير شوية ماشي بزاف، الإبزار، الكمون، التحميرة، تبغينا تكون حمرا، نخلط هادشي مزيان، خليه يتقلى معاه حتى هو. الى عندكم مرق كديروه، ما عندكمش مرق كديروا واحد كنور اللي تذكرت في المقادير تفرتوها، وزيدوا المطيط تربيو. نخليو كلشي يطيب عاد نتلاقاو. الشربة ديالنا هي بدات كطيب. دابا غادي نزيد مطيشة الحك، ديك المعلقة الكبيرة اللي عندنا، وغنضيف هاد لسان العصفور أو لسان الطير. ولا خصني الما نزيد الما، الشربة ديالنا هي طابت. دابا غادي نطفيو عليها ونقدموها بصحة وراحة. الشربة ديالنا هي كيفاش كتجي، كتجي رائعة، نتمنى تجربوها وتردو عليا الخبار، نتلاقاو في وصفة اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.